قتل 12 مدنيا على الأقل في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف قرية يسيطر عليها تنظيم داعش شرق سوريا. ويسيطر تنظيم داعش في شرق سوريا على عدد من القرى في ريف الحسكة الجنوبي ومنطقة أخرى في محافظة دير الزور. وأوردت مصادر إعلامية أن 12 مدنيا على الأقل من عائلة واحدة من بينهم 4 أطفال قتلوا في قصف جوي وصاروخي للتحالف الدولي استهدف قرية هداج في ريف الحسكة الجنوبي.